مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه بجلسه من جلسات تدريب مهارات الحياه اللي مقدمه من مش مقدمه من هي دائره تدريب مهارات الحياه، واحده من برنامج دوائر. وبرنامج دوائر هو احدى فعاليات او احدى برامج مجموعه اوت اند اباوت اللي بتهدف لبناء مجتمع مبني على قيم عالميه موحده اللي هم المحبه، السلام، التقبل والتسامح والعطاء، ونشر فكرة أو مفهوم المواطن العالمي اللي هو إنه الإنسان يعامل الإنسان على أساس إنه إنسان. شو بنتذكر من الجلسة الماضية؟ هيك نفوت رأسا يلا. الجرو موديل من الجلسة الماضية. أوكي. اوكي تمام. مين كمان بتذكر؟ اهلا. مين كمان بتذكر ايش عملنا الجلسه الماضيه؟ خلصنا المال. جميل، تمام. هلا احنا اللي ماشيين عليه على اساس في ناس اول مره عم بيحضروا معانا، عم نستخدم نموذج اسمه الجرو موديل او نموذج جرو. جرو هو من الاحرف تبعته الجي جول الهدف، الار رياليتي اللي هو الواقع تبعنا الوضع الحالي، الاو قسمناها لثلاثه او. اول او اللي هم الخيارات الاوبشنز، كيف نوصل للهدف تبعنا، فبنحدد خيارات عامة لنوصل للهدف تبعنا. بعدين بننقي قلنا هدف من هاي خيار من هاي الخيارات، وبنشوف شو في العوائق تبعته، وهاي الاو الثانية فهي الاوبستكلز. اوكي، بعدين بننقي واحد من هدول الاوبستكلز وبننقي له اوبشنز اللي هي الاو الثالثة، عشان كيف الطريقة اللي نجتاز هذا العائق، او كيف نقدر نتعدى هذا العائق. فهي الاو تبعت جروب، بتضل الدبليو اللي هي الواي فورورد اللي هي طريقة اني اكتب الاكشن بلان تبعتي بناء على المعلومات اللي طلعت معي، عشان انا اجتاز العائق. ايش الخطوة الاولى بالخيار اللي اخترته؟ فالخطوة الاولى بتنحط، وبعدين الخطوة الثانية والثالثة بشوف اذا في عوائق تانية بعمل عليهم نفس الاكسرسايز. اوكي، وبمشي لحديت بحط خطة العمل كاملة عشان اللي رح توصلني للهدف اللي أنا حطيته بالجي بناء على الواقع اللي أنا عايشه بالآر حاليا. فبالتالي الموديل هذا بيساعدنا نسكر الفجوة ما بين الرياليتي تبعت اليوم، واقع اليوم، وما بين الهدف اللي أنا بدي أوصله بأي منطقة من مناطق حياتنا. اللي اشتغلناه خلال الأربعة أشهر الماضيين هي منطقة اسمها منطقة المال. منطقة المال هاي هي واحدة من المناطق الثمانية الرئيسية من نموذج اسمه عجلة الحياة. عجلة الحياة بتتضمن المال والعمل والصحة والتطوير الذاتي والروحاني، العائلة والأصدقاء، الترفيه، العلاقات الرومانسية والحميمية، والبيئة المحيطة. جميل؟ أوكي. الجلسة الماضية قعدنا نحكي على المال والواي فورورد، وقلنا عشان أي خطة تمشي السؤال السهل دائما نقول إيش هي الخطوة الأولى اللي نعملها عشان أمشي بهذا الأوبشن. بعدها بتكر عقلي ببلش يتحرك بعد الخطوة الأولى، وقلنا لأنه إحنا عم نكتب، إحنا لسه مش عم بننفذ، لسه بمرحلة التخطيط، احنا معانا الورقة والقلم، فممكن اللي كتبته بالاول ومشيت معي خطوات الاقي لا مش هاي الخطوة الاولى. ببلش العقل يفرز افكار ويفرز خطوات موجودة، وطبعا مع التنفيذ كمان رح يطلع عنا تغييرات تانية. هديك اليوم كنت الفترة الماضية عم بكون بتدريب مع المخيمات
اللي موجوده بالبلد. وهلا التدريب اللي الاسبوع الماضي كنت فيه كنت بساعد فيه، مش انا المدرب، لمراكز مراكز التاهيل بالمخيمات المنتشره بالمملكه، برامج التاهيل لذوي الاعاقه. المدرب حكى شغله كثير حلوه اظن امبارح او اليوم، حكى عن التخطيط، وهي حكيناها قبل هيك، قلنا احنا المشهور عنا بمنطقة الشرق الأوسط إني عشان أكون مرن وقادر أتحرك بلاها الخطة. أنا أعرف أتحرك، أقعد خطة وأقعد أتأيد بخطة. أوكي، فبلاها الخطة. الأساس إنه نحط خطة مرنة. فالخطة أساساً المفروض يكون فيها مرونة، لأنه أكيد رح يطرأ عليها تغييرات. فمش معنات انه انا حطيت خطة يعني خلص بطل عندي مجال اتحرك الا ضمن هذا الاطار، لا، بتصير مستجدات، وبنسميها بالكوتشنج بالانجليزي life happens. المرونة بالخطة، خطة مرنة. لانه ممكن انت تكوني مثلا تشتغلي على منطقه حياه معينه، تشتغلي على منطقه العمل مثلا، تطلع لك فجاه قصه دايركت هلا اليوم بمنطقه مثلا العائله، اوكي، واتنيدز يور ايميديت اتنشن، بدك هلا تنتبهي لهذا الموضوع، بدك تروحي له. بنوقف هذا الموضوع، بدنا نرسم شغله لهلا ونشتغل على منطقه العائله، لانه رح ياخذ كل تفكيرنا. يعني مهما حاولنا نضلنا نمشي بمنطقة العمل، في شغلة صارت بحياتنا عم تاخد كل تفكيرنا، فغير منطقي ابدا اضلني مصمم اني انا امشي هناك وعقلي رايح هون. بيصير معنا بطرق بسيطة، مثل انا محاطط لحالي مثلا بالتطوير الذاتي اني اقرا 10 صفحات باليوم، اوكي، انا قاعد على التلفزيون، اوكي، يلا بدي اروح اقرا العشر صفحات. طب بس في فيلم حلو، اوكي، فانا ببطل لا شايف الفيلم ولا قاري العشر صفحات، فبدي احدد على ايش بدي اشتغل، على الترفيه اشوف الفيلم، ولا اشتغل على التطوير الذاتي فعلا اللي انا حطيته واشتغل عليه. Yes. مش عم بمشي بالخطة تبعت الأساسية اللي أنا حاططها. هون بيجي المغناطيس. رائع السؤال، كتير حلو، بيصير معنا دائم. قدي فعلا أهمية الهدف اللي أنا حاطه، لدرجة هلا إحنا اللي حكيناه مثلا على الفيلم، وحكينا إنه أنا بدي أطور ذاتي وأصير أقرأ 10 صفحات باليوم. هلا اذا انا الفيلم بده يلهيني، في مشكله بقديه انا فعلا بدي اطور ذاتي واقرا 10 صفحات باليوم، يعني قديه هذا المغناطيس قوي اذا عم بقدر يلهيني الكتاب. وصلت له؟ لا، معاكي، بس هيك شلنا حالنا من القرار، كأنه تركنا الظروف تقرر عنا. لا، أنا اللي قررت إنه life happens، وأنا اللي قررت إنه في أولوية بدي أنتبه لها، وأنا اللي بقرر إني بدي أرجع للخطة الأساسية بعد ما أخلص وأوصل لكذا بهايش، لأني أنا موجود. في حالة أنا مش موجود وما عندي خطة ومش مهتم انه يكون، وحتى لو كتبتها مش كتير مهتم فيها، معك،
بتصير الحياة تأخذنا على أولويات مختلفة وننسى الخطة الأساسية تبعنا. يعني موضوع الخطة أصلاً بنقوم فيها أحياناً، أول شيء لازم يكون مثقف بزمني محدد. أوكي. يعني مثلاً أنا خلال شهر، بس نفس الوقت إحنا كل حاسبين بسموه بهذا السيتي فاكر، إنه لازم عنا في فاكر معين نحط، مثلاً إنه شغل تكلفنا 20 يوم نعملها 25 يوم، بشكل إنه بعنا سقف عشان إذا كان في حال طوارئ عنا أنا حكيت إيش يغير عنا بطريقتنا نلتف حوالي ضلنا ماشيين بهدفنا. صح. إذا ما فيش سقف زمني راح 100% أنا معك. هي المرونة يعني أنا موافق معاكم إنه المرونة لا تعني انتهاك حق الخطة، خلينا نسميها أوكي في التطبيق أوكي، وفي فرق بين المرونة والإهمال. يعني أكيد في إنه نهمل الخطة وكل الاعتبارات اللي حاطينها من ديدلاينز من استراتيجيات جواها، بالبزنس بتصير وبتصير على على مستويات كتير كبيرة. يعني واحدة من الأمثلة في جروب كان حاطط برايسنج استراتيجي، جروب اوف كومبانيز البرايسنج استراتيجي تبعته استراتيجية التسعير، لن ننافس على السعر، فاحنا مش اللو برايس كومبيتيتور، احنا مش المنافس ال 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 ايش بسموه الأحفظ سعرا الأرخص، احنا مش البرايسنج ستراتيجي تبعتنا مش مبنية على التسعير المنخفض، لأنه التارجت اودينس بيكون اللي هو لعوامل كتير اوكي، قاموا راحوا على بلد فتحوها اوكي بلشوا يشتغلوا فيها. الطريقة الوحيدة اللي يفوتوا عليها انه يكونوا المنافس السعر منخفض، ما فيش طريقة تانية. فيا بروح وقتيها بغير الاستراتيجي تبعتي او بقول انا بفوتش على هاي البلد، بس طبعا احنا بالمنطقة الشرق الاوسط لا غيرنا الاستراتيجي وفتنا على البلد هذي. طب كيف ضلت الاستراتيجي؟ خلص بتضل على بقية البلدان، هاي اكسبشنز وبلشت الاستثناءات، تطلع الاستثناءات بالخطط اوكي. أبي 100% آه زي اللغة الفرنسية. حلو. في أي سؤال لهون؟ الكل مرتاح مع عملية الخطة؟ هلا اللي معنا لأول مرة أو اللي غابوا عنا كم من أسبوع ما يخافوا، لأنه هلا بدنا نروح على محل كتير حلو أوكي. هلا الكل المفروض كاتب عنده على الورقة لمنطقة العمل، خطرت على بالي شغلة ثانية هلا برجع لها، لمنطقة العمل الجول تبعه الرياليتي الاوبشنز كاملة، الاو كاملة من اوبشنز اوبستكلز اوبشنز، والواي فورورد المفروض انكم بلشتوا تحطوا الخطة تبعتها بالبيت. هل هذا صحيح؟ تمام. ناخذ السكوت علامة الرضا ونمشي ل إذا أنتم مرتاحين رح نبلش اليوم بمنطقة جديدة. وإحنا هاي المناطق بنمر عليها لسبب كتير مهم. كل اللي عم بنحاول نسويه بدوائر تدريب مهارات الحياة، الهدف تبعنا بهاي الدوائر إنه نغير برنامج عائلنا اللي تثبت لسنوات طويلة وحطينا جواته كلمات وطرق مش عم بتفيدنا بحياتنا اليومية، فإحنا عم بنغير البرنامج لبرنامج جديد نحطه اللي نسأل حالنا أنا شو بدي وإيش الهدف تبعي. فإحنا عم نتدرب عليه نفس الأسئلة رح نكررهم بمناطق حياتية مختلفة عشان يثبت البرنامج أوكي. فممكن اليوم احنا بنحكي يعني بالاربعة اشهر الماضيين عم نحكي عن منطقة المال، بس انا كواحد عم بحضر هلأ مش همي منطقة المال، يعني مش من اولوياتي اوكي، وهذا ممكن يصير، بس احنا عم نستخدم المنطقة عشان ندرب حالنا على الاسئلة وكيف نجاوب عليها. جميل؟
اوكي رجائي، شو الموضوع؟ هي الموضوع كتير كبير رجائي. تدريب مهارات الحياة، وهلأ خليك معانا، رح تشوف، رح ننتقل على منطقة جديدة وبيبين معاك إن شاء الله إيش عن إيش بنحكي بشكل عام. طيب منطقة العمل الجديدة، مين متذكر عجلة الحياة أو مين شايفها قبل هيك عجلة الحياة، وبالتالي متذكر إيش المنطقة الثانية اللي بتيجي بعد منطقة المال؟ العمل. هذا اللي بقول لك الجواب، الجواب في الصفحة الأخيرة. طيب طب يا أخي إيش الفرق بين المال والعمل؟ مش هم نفس الشيء؟ لا مش نفس الشيء. مش العمل هو اللي يجيب الفلوس؟ ليه بدي أعملهم منطقتين؟ المال إلى مصادر، العمل المال يجي من مصادر غير العمل. أوكي. ممكن أنا أعمل أشياء كثيرة بدون مقابل. حلو. أوكي جميل. مين كمان؟ هل في آراء مختلفة؟ ممكن المال هو رأس المال. المال هو رأس المال. أوكي. ممكن أشتغل مش عشان المال. حلو. جميل. معناته اللي أنتوا بتحكوه ما بعرف إذا صح. ما عندي فكرة. إنه الفلوس تيجي من مصادر ممكن تكون مش هو الشغل اللي أنا عم بشتغله، والشغل اللي أنا بشتغله ممكن مش هو اللي بيجيب لي الفلوس. أوكي؟ فبالتالي الشغل شيء والمال شيء تاني، العمل شيء والمال شيء تاني، منطقة تانية. فعشان نشتغل عليها كهدف، هلأ ممكن يرتبطوا مع بعض زي كل المناطق عجلة الحياة مرتبطين ببعض، بس لكل واحد له خطته، أو لا يعني إنه ما يكون لكل واحد خطته. اوكي بنفضوا على بعض بس كل يوم. طيب يلا ايش بدنا نعمل هلا؟ طيب حلو، شو نعمل يعني؟ نحط الهدف بالجي. جميل. الجي الجي جول، وبنفع نسأل السؤال ماذا أريد 100%. طيب أساس من الجول عشان أنا أكون ديترمنت، صح؟ إنه أنا أكون محددة، إذا كنت محددة بقدر أوصل لهدفي، إذا كنت محددة بظني أنا مش هتوصل. بالضبط. فبدنا نحط أول إشي الهدف تبعنا، بعدين الآر، بعدين الرياليتي، الواقع تبعنا. طب خلينا نمسك الورقة والقلم ونشوف شو رح يطلع معانا هيك قبل ما نحكي أي إشي. يلا نكتب كليتنا، اللي ما معه ورقة وقلم، هاي في ورق وإقلام هون، بس باخر الجلسة إذا ممكن نرجع الإقلام مرة تانية لأنه تقدمة. وخلينا نصيغ هدفنا بمنطقة الكارير، أنا شو بدي بالكارير عشان أساعدكم أكثر كيف نحطه. السؤال بيكون قدي أنا راضي عن منطقة العمل؟ السؤال. يس. هي حاليا قدي أنا راضي، بس ما بوصفش ليش أنا راضي، بس عشان أنا هاي في كراسي أظن قدام هيك قدام فاضيين، يعني هاشم هون بس في هون فاضل. هي رجائي كاتب لنا انا بدي اكون مخرج وفنان ناجح. اوكي هاي طريقه، هاي طريقه من الطرق. عشان أنا أكون راضي 10/10 عن منطقة العمل، شو بحب أشوف؟ أو شو بحب أشوف حالي بعمل؟ المهم أكون راضي 10/10 عن هاي المنطقة. عشان أنا أعرف، قل لي طارق.
لا لا على الورقة. هلا بدنا نجاوب اللي بيساعدنا نوصل العشرة من عشرة اني انا احدد اليوم قديش انا راضي حاليا عن منطقة العمل، قديش رضاي اليوم بدون ما افسر ليه، بس قديه انا راضي عن منطقة العمل اليوم من عشرة بالضبط رقم. وبعدين جاوبوا على السؤال بعد ما تحطوا الرقم الحالي، حطوا هلأ عشان طب يصير هذا الرقم يطلع لعشرة من عشرة قديه أنا بكون راضي. شباب 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 أوكي، اللي ما معه ورقة وقلم ضايل ورق وضايل إقلام، اللي ما معه ورقة وورقة وقلم. فبنحط قديش احنا بنحط قديش احنا راضيين عن منطقة العمل حاليا، وبعدين بجاوب على السؤال طب عشان اوصل لعشرة من عشرة شو بحب اشوف، وبالتالي بطلع مع الاجابة what do I want، انا شو بدي بمنطقة العمل عشان عشان اكون راضي عشرة من عشرة. انتبهوا على الفرق بين منطق الرضا الحالي والرضا تبع العشرة من عشرة. زي بمنطقة المال قلنا ما بزبط يكون دخلي 400 دينار وأنا راضي 6 من عشرة، وعشان أنا أكون راضي 10 من عشرة الهدف تبعي 10,000 دينار، يعني مش منطق. أوكي فنحط على الورق الهدف تبعنا كمحاولة أولى عشان أنا أكون راضي بمنطقة العمل شو بحب أشوف. تفضل. تخافوش، هاي محاولة أولى بدنا نشوف شو راح يطلع معانا. بس تقريبا عشان أطلع كل شيء عندي بعدين أفرز. هاي هون في كرسي هون. اهلا وسهلا. اهلا طيب في حدا لسه بده كمان وقت يكتب؟ في حدا مش قادر يكتب؟ هذا السكوت ايش؟ كلنا مش عارفين، كلنا عارفين. ايش اصلي مدكن. مين بحب يشاركنا بمثال من عنده؟ اول شيء قديش؟ 6 من 10. اوكي. وانت عارف شو هي الاهداف؟ اوكي كان في بوز. طلعت على الاوديو.
هلا الاستمرارية هي هلا بعرف معظم الناس بظهر عندهم نفس الشيء اللي هو الشغل تبعهم بيكون ثابت لمدة معينة ومحدود المدة. هذا الشيء بيأثر على الشغل، على حتى الواحد ايش بيعطي من شغله. اوكي. قصدي بالأهداف إنه الستاس الواحد بياخذها بالشغل تبعه، إنه تضل معروفة دائما مش إنه تفاجأ بشيء جديد أو إنه غيروها فجأة. هذا بس عشان طارق يكون راضي 10 من 10 بده يكون محدد وواضح قدام طارق بالضبط شو بده يشوف عشان تقدر توصل وتحط له خطة. اوكي. فبدنا، وهذا مثال رائع واحنا بنعمله بحياتنا اليومية. عادة بنحط شغلات فعلا بنحس فيها شوية مغناطيس، اوكي، بس الكلمات اللي بنستخدمها ما بتساعدنا على وضع خطة عشان وبالاخر نعرف انه وصلنا له او ما وصلنا له. عملية الاستمرارية حلوة بس بدي بدي اكتب ايش هي الشغلات اللي بدي اشوفها مستمرة عشان فعلا عيني عليها وتكون على الرادار انه مستمرة، واحط خطة لإلها اللي تضمن استمراريتها، وايش بعدين لقدام ايش العوائق اللي ممكن تجيني. لا هو بالنسبة لطارق بده اياها تستمر. اوكي. بالنسبة لطارق اللي فهمته انه بده اياها تستمر، ما في وقت معين، بس هلا هذا عم نحكي على هذا المثال بالذات. اوكي. فممكن تجينا عوائق اللي تحد من الاستمرارية او توقف اشياء من اللي انا بدي اياها تستمر. إذا ما بعرفها شو هي صعب أحدد شو هي العوائق. شو رأيكم؟ الخطة تكون مريضة. اوكي. سمعت طارق؟ اوكي. دانا بتقول المفروض الهدف يكون واضح عشان اقدر احدد شو هي العوامل الخارجية اللي ممكن تكون وايش العوامل اللي بايدي. بس بالنظرية لما نتركها معومة ببطل اعرف ايش هي العوامل الخارجية وقد ايه سيطرتي عليها. سمعت طارق؟ مش واصل الصوت؟ اوكي. بما انه الهدف مش واضح صعب نوضح هاي المواضيع، فعشان هيك لازم توضح نظريا. طارق اللي بتقوله نظريا بتقوله صحيح، بس عشان نقدر نحط له خطة لكل هدف عوامله الخارجية. بس إذا بدنا نضلنا على مستوى النظرية رح نحكي لمدة أسبوع على مستوى النظرية كيف نفرق ما بين العوامل الخارجية والداخلية وما هي الطرق التي مش عرفت. رح نضلنا نحكي بأكاديميا بدون ما احنا نستفيد إشي على أرض الواقع. أوكي. بس معك حق بمعنى إنه أي هدف بدي أحطه في عوامل خارجية رح تفوت عليه، بس كيف التعامل معها حسب ايش اللي عم نحكي عنه، وبالتالي لازم افوت احكي عن هدف معين وعوامل معينة عشان نقدر نجاوب على هذا السؤال، وإلا رح نضلنا على مستوى النظرية. اوكي. يعني في كل الامور لازم انا اكون محدد كتير محددها بنقاط لحتى اقدر احلها. اذا ما حددت بنقاط ما بقدر احلها. صح. واحنا هلأ بمستوى الهدف. الهدف لازم يكون محدد وفاهم. يعني اللي سمعناه من طارق جميل، بس لازم نحدده الاستمرارية شو وايش التانية والمحافظة على الاهداف. اوكي. ايش الاهداف؟ مهام. يس. هو عم بحكي ابسط.
العمل انت موجود كل فتره مثلا بتغير المهام تبعك. اوكي بسبب هذا التغيير واحد بيقدرش مثلا يوصل 10 ولا 10. انا بقدرش، انا كطارق بقدرش. تمام انا كطارق اوكي، لانه اذا كنت بدا السايكلينج حلو. فبالنسبه لطارق ثبوت ووضوح مهامي بالعمل، هاي عامل. الثاني هاي عامل من العشرة من عشرة، ولا خلص هيك بتصير انت 10 من 10 راضي؟ هيك والاول اللي هو الاستمراريه. وبدنا نعرف شو استمراريه ايش؟ استمراريه العمل كله، جوب سكيورتي يعني. الامان في العمل. اوكي اني اضل بهذا الشغل وما احسش بخطر انه ممكن باي وقت انه اطلع منه. هدول وجود هدول الاثنين بخلوك تشعر بالرضا 10 من 10 بالكارير تبعك؟ 9 من 10 انا فيش 10 من 10 يعني. لا هو عادي 10 من 10 على فكره، هذا اللي علمونا اياه بالمدرسه انه ما فيش العلامه الكامله خطا. اوكي خطا فادح، دائما في علامه كامله. اوكي ودائما في محل التطوير. هلا ال 10 من 10 تبعت اليوم اوكي بقعد عليها اسبوع شهر سنه، بس ما بتضلها 10 من 10، بعد فترة بدها تنقص وبعدين بدي أصير بدي إشي تاني. بالضبط، فبصير أحكي 10 من 10 لأنه لحالها رح تنقص بعد فترة. أوكي؟ فهدول الشغلتين، وانتبهوا هدول الأسئلة لطارق هم لقلنا كليتنا، هذا مثال. هدول الشغلتين العاملين لو صاروا طارق هدول العاملين لو صاروا بتصير راضي 10 من 10 عن منطقة العمل؟ بتصير راضي 10 من 10 عن منطقة العمل؟ وهاي هيك الطريقة اللي بنسأل حالنا فيها لما بنحط هدف. اوكي وشفتوا الكوتش بيعمل كيف؟ بيضلوا وراه لحديت ما فعلا يعرف يتأكد انه هذا هو اللي بده اياه، عشان بدنا نشتغل بالسيشنز اللي بعديها. اوكي في شغل بده يجي وراه، فاذا احنا مش متاكدين من اللي بدنا نشتغل عليه الشغل كله اللي وراه راح يكون على الفاضي. اوكي المثال اللي اعطاه طارق ما بعرف اذا هو في هدفين ولا انا فهمت عليه شيء ثاني، هل رضانا عن جو العمل هو نفسه هدف ولا هو عشان يوصلنا لهدف؟ يعني انا حسيت سؤالك اول مره شو بنعمل حتى نكون راضين عشان نوصل لهدف. يعني لما تكون مبسوط بشغلك جو شغلك اوكي حتتطور. حلو. هذا التطور هل عندك نظره وين بدك توصل؟ حلو. ولا بس مبسوط في جو الشغل؟ جميل. هون في فهم هون في فهم، هذا اللي هو كنت عم بحاول ما احكيه. لا لانها شوي مي بس صح يعني. وهو هذا رح نيجي اركز انا على جو الشغل كيف اخلق جو او بيئه انا مرتاح فيها، ولا قصدك بالجول؟ هذا اللي طلع مع طارق هلا، وعشان هيك قلنا خلينا نفوت على محاوله اولى في صياغه الهدف. وهذا اللي طلع مع طارق هلا بالصياغه الاولى انه انا رح اكون راضي 10 من 10 عن شغلي لو تحققوا هدول العاملين. بدنا ناخذ مثال ثاني، اجانا مثال هون على على البث بقول انا بدي اصير فنان ومخرج او مخرج وفنان. اوكي من رجائي، وهي طريقة تانية لصياغة الهدف بالكارير. اوكي انا هون بدي اوصل بدي اصير فنان، اللي بده يصير طيار، اللي بده يصير مهندس، اللي بده يصير، وهي طريقة تانية لصياغة الهدف بالعمل. اوكي فعندنا طريقتين لصياغة الهدف. الطريقه المباشره واللي حكاها هو الطريقه غير مباشره بتودي العمل جواته لوين بدي اوصل كبوزيشن او محل، وجو العمل اللي بدي اشتغل فيه. مرات كتير بنقول مثلا احنا لما بنكون قاعدين مع بعض انا هذا شغل المكاتب بحبوش صح، او انا اقعد ادور بالسياره طول النهار واقعد ادقدق ابواب انا هذا مش لي الشغل. وبنلاقي العكس، انا حبيبي حطني بهالسياره وفلتني، اما تحطنيش بين 4 حيطان انا بقى بس بالفيلد بعرف اشتغل. اوكي والشخص الثاني نفس الشيء بقول لك انا
الشغل تبعي بمخمخ على المكتب بسكر الباب وبديش هذا الاوبن سبيس. شفتوا كل هاي الكلمات؟ هاي الكلمات كليتها عم توصف بطريقة عادية جدا انا عشان اكون راضي 10 من 10 شو بحب اشوف. وهون عم بكون عم بحكي عن جو العمل. اوكي؟ فهو بكون مثلا بموقعه راضي حاليا، يعني الموقع تبعه كموقع. يعني هذا الحكي بيعني انه هو راضي عن طبيعة العمل والبوزيشن تبعه، بس بده جو. بالضبط. يعني هاي صح وهي صح. 100%. وممكن اذكر التنتين. التنتين بيصيروا معانا امتى؟ كثير بيجوني كلاينتس مثلا بقول لي انا بدي اغير شغلي. اوكي؟ جميل. هون بنصير نشتغل على منطقة العمل. الشغل هذا اللي بدنا نروح له، بدنا ندور عليه. حط لي عشان تكون راضي 10 من 10 بالشغل، شو بتحب تشوف؟ فبنحكي عن بوزيشن وبنحكي عن جو عمل. اوكي؟ وما بنحكي عن ما بنحكي عن فلوس، لانه يعني عم نحكي على الشغل هلا حاليا عشان ما تدخل عامل ثاني. بالضبط. اشتغل على عامل واحد رح نحكي عليه الفلوس والكومبنسيشن لما بده يدور على شغل، بس اول اشي بنركز على البوزيشن والجو بحاله انا بدي اغير شغلي. وهذا موضوع كتير كتير مهم. معظمنا بغير الشغل لانه مش حابب شغله الحالي، مش لانه حابب الشغل اللي بده يروح عليه. وبالتالي احنا بنعمل، بعرفش وين سكتش هذا شفته، اشي على التلفزيون، اشي قديم، بكون عامل وطن اوكي بيمسك المقشف بيقيم الغبرة من هذا الطرف لهذا الطرف، بروح تاني يوم بيجي باخدهم من هذا الطرف ووديهم لهذا الطرف. اوكي؟ فاحنا بنكون اللي بترك شغله هربا من الواقع الحالي بغض النظر عن ايش لايش بدي اروحه، بكون هو بس هرب او ترك المشاكل اللي هو موجود فيها وراح لمشاكل جديدة هو بيعرفش عنها. هو شاف الجانب الثاني احسن من اللي هو فيه، يعني مقارنة هو ما شافوش. مش عارف. هو ما شافه. بس the other بيسموها بالانجليزي the other side is always greener. اوكي؟ الجانب الثاني دائما اكثر اخضرارا. تفضل. سؤال. تفتكر موضوع انا يعني غالب بروح على شيء ما بعرفه. بس يعني معظمنا يعني بروح على شركة اوكي انا مثلا ممكن مقابل. طبعا شفت الموبايل بس يعني انت ما عايش هناك. صح. انا ما بقدر ولا باي شكل من الاشكال انه انا اتعرف على طبيعه الشركه الا اذا لاني هذا جوا. صح. يعني هذا الحل الوحيد، يعني يكون صادق معي. ممكن كمان لي حدا جوا بس ما يكون صادق معي. صح. انه يقول لي والله تعال منيح او لا مش منيح. والله يعني الجهه الاخرى دائما اكثر اضرارا لانها غير معروفه. كمان بنفس الوقت يعني المستعد يعني ما في طريقه انه ناخذ معلومه يعني. ممكن انا امر سيارة اسال اشوف شو حجم الشركه، قديش راس مال الشركه، قديش عدد الموظفين، ممكن اشوف شو صفحات فيسبوك تبعيتهم، ممكن انا اعمل يعني الاستادي تبعيتي اساس انا اخذ الانفو تبعيتي اللي بدي اياها. بس كمان بشكل او باخر ما راح اخذ الصوره الكامله. ليش؟ لانه شخص واحد بهذيك الشركة بالبوزيشن اللي هذا بيشتغل ممكن تحتيه ممكن يخرب كل هذا. صح. شغلة هاي. فأنا وأنا صفيت يعني تارك هذا الإشي لأنه أنا مش مرتاح على أمل إنه أنا ألاقي إشي أحسن. ما راح أتأكد من هذا الأمل بيكون فعليا 100% واقعي. يمكن ما هذا. أو فعليا هاخذ الجهة الثانية. معك. هلا. يعني انا مش قادر اتذكر حدا تقابلت معاه في البلد هاي الا كان مانجر مبسوط بشغله. صح. سواء مدير، سواء موظف، عامل مؤسسه دوليه،
الاثكس نفسها بتساعد الواحد اذا الواحد بنى من شخصيته يقدر يوصل لهدفه بالعمل. انا مش مبسوط رايحه اشي وعارف حالي من اول يوم مش مبسوط حقول هذا كيف انتشر كيف ادخل العمل شو ازرع في الموظف او في الستودنت وهو لسه في مراحل الدراسه كيف يدخل عالم العمل كثير مهم يبني هدفه. فبتلاحظ انه واحد بيصير عمره 50 60 سنه لسه ما عنده ما حقق شيء في حياته يعني على الاغلب هو مش عارف شو بده يحقق مبدئيا. لانه working ethics او work ethics مش موجودة عندنا مش موجودة في الدكشنري تبعنا. هلا الwork ethics اكيد جزء من المعادلة بس الجزء المفقود واللي عندي سيطرة عليه كاملة اللي هو انا شو بدي. وهم بدي ارجع على سؤال حضرتك يعني معاك حق انه في كتير شغلات انا صعب علي اعرفها بس هل انا عارف الشغلات اللي بدي اعرفها؟ يعني هل انا عندي لستة قدامي تقول لي انا لما بدي اروح اقابل انا بدي اضمن انه يكون مثلا worker open environment او الي مكتب لحالي او كذا او كذا. عارفهم هدول المحددات اللي انا عشان اشتغل بهاي الشركة رح اقول بعرف شو هم التشيك ليست تبعتي عشان اعرف ارفض او ارضى بالضبط. عادة لا بعرفش يعني بالمعظم عمره ما حدا فينا بما فيهم انا اوكي راح على مقابلة هو عارف شو اللي بده اياه هو رايح من شهر يقبلوني بس يقبلوني اذا انا رايح بس مشان الله يقبلوني اكيد ما راح يكون عندي هدف لانه الهدف موجود ما يقبلوني. بس تصور انا اشتغلت ببعض المواقع لمدة 4 ايام فانا لو كنت حاطط شو بدي وبعرف شو بدي كان مفيش داعي لهم الاربعة ايام وتضيع الوقت لإلي ولا لهم. شو اللي بصير يعني انا بلاحظ بجوز الاتش ار بمستوى الاتش ار ما حدا كبير توصل بدي قابل بتقابل طبعا هم بيسألوا خلص اوكي هلا هم قيموك بيجوا على الشخص اللي عم يقابلوه بيقولوا رايحتك وين؟ ما عنديش خلص هو اوريدي مش حاطط اكسبكتيشن لانه احنا عم نهرب يا عم نهرب من ان نكون عاطلين عن العمل يا عم نهرب من وظيفه احنا بالنسبه لنا مسببه لنا مشكله. وبالتالي انا مش رايح على هدف وبحكيها بكتير مرات طريقتين للتفكير بال NLP بالضبط الهروب من او الذهاب الى running from ولا going to مع انهم التنتين عم بودوني على نفس المحل بس الطريقة اللي انا رايح لها هل هربان من ولا رايح لا. يعني خلينا نجيبها بطريقة احنا بنعرفها اكتر بدنا نتجوز اوكي هل بدي اتجوز عشان يبطلوا ينقوا علي ولا انا بدي اتجوزها او اتجوزه؟ دورولي عشان انا بدي اتجوز دورولي. فبالتالي انا ليه بدي دورولي بدي اتجوز؟ هل انا رايح للاستقرار ولا هربان من كلمة عزابي او راح علي قطار العمر هذا؟ فالطريقة اللي انا فايت عليها على الشغلة راح تحدد لي كتير بمستقبلي بهاي الشغلة شو ما كانت تكون. ونرجع على الشغل مرة تانية بس انا جبت هاي قصة العلاقات لانه كليتنا خبرة شديدة في الموضوع هذا اوكي وأقرب على قلبنا وبنحسه بمشاعرنا كاملة غير عن موضوع العمل. فبنرجع على موضوع العمل بنفس الطريقة. هل أنا عم بهرب من واقع وبالتالي عم بروح لهي الوظيفة شو ما كانت تكون المهم يقبلوني؟ ولا أنا عارف شو بدي؟ أوكي؟
اللي احنا عم نحكيه عشان نرجع مره ثانيه بس نحدد حالنا ونرجع للخطه تبعتنا والخطوات اللي نمشي فيها. فبالتالي الجي طريقه الجي اني انا اكتب البوزيشن تبعي اللي بدي اياه اللي بدي اوصله اذا في تغيير عليه و الجو العمل شو هو اوكي العوامل اللي جواته وبالتالي هاي بتشكل العشرة من عشرة تبعتي اوكي. كان في ايدين على هذا الموضوع اللي بنحكي فيه هاشم. هسه بالنسبه للعمل بالنسبه لي دول قسم قسمين. هسه العمل انا قديش راضي 10 من 10 بالنسبه لك قديش انا اعطي بالعمل يعني قدرتي بالعمل حتوصل لل 10 من 10 او العمل قديش راضي علي يعني انا قديش راضي على العمل انه انا قديش بعطي بالعمل او العمل قديش راضي علي قد ايه هم مبسوطين مني يعني اي فهي هي النقطه. وبالنسبه للهدف الهدف مرات يكون هدف شخصي منطقه العمل او هدف يعني هدف للعمل نفسه مثلا اذا بزنس مثلا بزنس انت مؤسسه هدفك راح يكون غير الهدف لما انت تشتغل بوظيفه. انتبهوا لهي النقطه كثير مهمه كمل هاج. فمثلا بالهدف اللي مثلا انت بالبزنس تبعك راح يكون قديش بدك تطور البزنس تبعك بس لما تكون بالهدف بالوظيفه قديش انت راح تطور نفسك بالوظيفه. فالعشرة من عشرة بتتجزا حسب كل واحد حسب عمله هو شو هو. احتمال عشرة من عشرة تبعي انا قديش بدي اعطي بالعمل حتى اكون راضي عشرة من عشرة قدرتي او شو هو البوزيشن اللي بدي اياه اوصله بالعمل حتى اكون راضي عشرة من عشرة. فالعشرة من عشرة بمنطقة العمل بالنسبه لي تتفرع لعدة تفرعات 100% انا موافق معك صح يعني انا موافق معك لجزئيه كبيره بس في اشي رح احكي فيه هلا ونقطه كثير مهمه انت ذكرتها رح نحكي فيها بس ناخذ سؤال. هنا كنت رافع ايدك وشفتك على فكره. انا عارفه مثلا ايش البوزيشن بس مش عارفه كل الاشياء يعني مثلا بس يجيني اعلان على الايميل حد يديني السالري حد يديني الوظيفه حد يديني كل شيء بكون مبسوطه بس هاي الاعلانات انه تعال على المقابله صرت لما احكي لما يحكي تليفون معي قال له لا معلش مش راح اجي اضيع ساعه عشان انا ما اعرفش شو الوظيفه بالضبط وشو الراتب وين اللوكيشن اللي بدي اداوم فيه وين كل شيء صرت انا اعمل مهام تحقيق اوكي قبل ما اروح على الانترفيو. انت عارفه شو بدك اذا عارفه شو بدي بالضبط حتى بالتليفون بيقول لك لا معلش بنتفاهم بقول له لا ما بتفاهم انا مبين مثلا درسي كذا خبرتي كذا بدي اشوف ما بقدرش نعطيك السالري على التليفون طيب في شيء اسمه رينج يعني ماكسيموم ان بوصل لهم ليحكوا في السالري قبل ما اروح على الانترفيو اوكي. اما زمان كنا نروح انه خلاص اي شيء ماشي بعدين ننصدم انه بارض الواقع ميك سنس فكره انا بعمل هيك بس ما بقدر بحكي اذا في منهم بيردحوني على التليفون عادي هذا مش مكاني كذا حلو عكسه بالنسبه انه ليش انت اول ما نتخرج بنكون عارفين شو باليوم كامل كثر ما بنلاقي احباطات في المقابله نسمع بعض نسمع بعض نسمع بعض نسمع بعض انا من الناس يعني كثير قابلين فكثير بحطوك بخلوك انه يمكن ما بعرف بس الا ما تاثر انه خلص بصير بس مو حق تحصل وظيفه صح معك لانه اللي بقابلوك بحسسوك انه ولا شيء مهما تكون واصل وعامل بالجامعه وكذا معك انا شو اكيد الحكي اللي عم نحكيه ما رح يقلل من التحدي الكبير مش بس عنا على فكرة بالعالم كليته انه نلاقي شغل الموضوع فيه تحدي كتير كبير بس بنفس الوقت اكون عارف شو بدي. هلا قديه مثلا رح اختصر بلاها هاي ادقر عندها بلاها هاي يعني قديه البرايورتي تبعت العوامل وشو ناقص منهم شو ناقص منهم وقديه انا بدي اكون مرن بهذا الموضوع هذا طبعا برجع لي بس كل اللي عم نحكي فيه عشان نكون راضيين عشرة من عشرة والله اجاني شغل لما عملت له ريتنج وتوقعت اني انا اكون راضي فيه 8 من 10 هل رح اقول له لا عشان ما عم برضيني 10 من 10 هذا بيرجع لي مش رح اقول لكم او لا بس هذا بالاخر قرارنا لانه احنا موجودين جوا القرار اوكي. بدي ارجع للشغله اللي حكاها هاشم شغله كتير مهمه. هاشم قال انا اذا كان عندي البزنس تبعي بطلع كيف اطور البزنس بالهدف تبع الكارير بس انا اذا كنت انا موظف بتطلع على كيف اطور حالي وظيفيا
اوكي بالظاهر بيطلعوا هدول كأنهم شغلتين مختلفين عن بعض. بالباطن تطوير الوظيفي هو أهداف جوا نطاق مسؤوليتي جوا الشركة كيف بدي أطورها. يعني القسم اللي أنا ماسكه أو الجزئية من القسم اللي أنا ماسكها أو المهام اللي أنا علي وماسكها كيف عم بطورها جوا الشركة أو جوا المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها جزء من الكارير ديفلوبمنت تبعي. فهي تعامل معاملة كأنه البزنس تبعك بنفس الطريقة، لأنه إذا أنا ما طورت بمحلي معناته ما راح يكون عندي تطوير وظيفي لو كنت موظف. وهون نيجي على شغلة أنا دائما بحكيها، إني أكون موظف أو صاحب شغل هو موقف وليس هو موقف مش منصب. اني انا اكون موظف او صاحب شغل اوكي هو موقف وليس منصب. ليه؟ لانه انا لما اكون صاحب شغل راح احط ايش؟ اونر اند جنرال مانجر، صح؟ سلاش جنرال مانجر او كو فاوندر سلاش دايركتور اوف بلانينج. انا صح كو فاوندر بس انا مش مدير الشركه، انا في عندي جزئيه بالشركه مسؤول فيها اوكي. فهل انا بس لما اكون كو فاوندر او اونر راح اطور بالمحل اللي انا بشتغل فيه؟ وإذا كنت مش كوفاوندر مش موجودة هاي الكلمة، فبالتالي أنا ما رح أطور بهذا المحل أو بهاي الجزئية اللي أنا ماسكها. وبالتالي كليتنا بزنس أونرز. وين مكان موقعنا؟ إذا الموقف تبعي بيني وبين حالي إني أنا I own، أنا أمتلك هاي الجزئية من العمل وعلي تطويرها، فهذا موقف بعقلي. كليتنا بنقول انا بدي اترك الوظيفة يكون عندي شغلي الخاص. خليني احكي لكم القانون، لن ننجح باي شغل خاص اذا ما تعاملنا بالوظيفة على اساس انه هذا شغلي الخاص. ولا يعني عملية اللي ما جربها مش رح اقدر بالكلمات اوصف له صعوبة شو معنات كلمة شغلي الخاص. يعني مش رح اقدر بالوصف اوصف له ويوصل له الشعور، بس اللي مروا بالتجربة هم اللي بعرفوا. هاي انا عشان افيق امتى ما بدي وما حدش يتأمر علي، وهاي الكلمات اللي بنسمعها احلام اليقظة هاي مش موجود منها، لانه بزنس اونر الكل بتأمر عليك بصير. ما فيش حدا على الكرة الارضية بتأمرش علي. طيب احنا اليوم وصلنا لجزئية من الجي، لسه الحديث سوف يكتمل على موضوع الجي، ما خلصنا منه. بس رجاء نمسك الورق تبعنا خلال فترة الأسبوع هذا ونطور على موضوع أنا لإيش حابب أوصل. العشرة من عشرة تبعتي بمنطقة العمل شو هي؟ أصيغها بطريقة محددة وواضحة. وزي عادل إمام ما قال بالمحكمة، يبيض يسود، اللون الرمادي ده ما حبوش، والهدف بحبش اللون الرمادي. وقلناها قبل سنتين، لو طلع لي المارد وقال لي شو بدك وقلت له والله بدي الراحة التامة وبدي أكون مبسوط بحياتي، وأعطيته هاي التعبيرات للمارد، رح يقعد هيك يصفر. يعني شو أعمل لك عشان أنت تكون مبسوط؟ رح يقول لي أنا أنت بس شو أعمل لك عشان تكون مبسوط؟ شو بعرفني؟ وعندنا مثال على الواحد ومرته وطلع لهم المارد، قعدوا يتخانقوا وخسروا الثلاث أمنيات تبعتهم، هم بيتخانقوا بين بعض لأنهم ما كانوا جاهزين وما كانوا عارفين شو بدهم.
والحياة تعطينا فرص. إذا أنا مش عارف شو بدي مش رح أشوفهم للفرص. ودائما بنلوم المحيط تبعنا. وألاء حكت لنا شغلة كتير مهمة. إحنا هون مش مبسوطين بإشي. إن شغال مع أجانب، إن شغال مع عرب، إن شغال بمنظمة دولية، إن شغال بدكانة، إن شغال بشركة إقليمية. شو كل كل شكرا. إحنا مش مبسوطين بإشي. وبالتالي لو عندي ولد صغير أوكي طول وقت بنق يا حبيبي شو بدك بالآخر يضلكش طيب يعني أعطيك بدوش أعطيه بالآخر رح أصيح عليه وأقول له يا أخي قل لي شو بدك. هذا سؤالي لإلي بدل ما أضلني أنا شو بدك. أوكي معظمنا وأنا واحد منهم مرات كتير بنحاول نبعد عن هذا الموضوع لأنه لا نمتلك الجرأة الكافية إنه نحط حالنا قدام المراية وأقول شو بدي لعدة أسباب أهمها ما هم ما رح يزبط. يس أوكي. أنا ما أحكي هاي السؤال الذهبي هذا. هذا يس. أوكي. ترو. أوكي. رولا. خليني اقول لك في اكثر من طريقه لهذا الموضوع. في الطرق اللي حكيت لك عليها رولا. يعني انا لما بلشت الكارير تبعي انا خلصت ورجاء ان لساهم بالمدارس بدهم يطلعوا على الجامعه ما يدرسوش هذا الاشي اللي انا درسته. في اشي اخترعوا لنا اياه قالوا لنا في اشي اسمه عظيم اسمه اداره اعمال. طبعا بنطلع بعد 4 سنين ولا احنا فاهمين اشي شويه اكاونتنج على شويه فاينانس بعدين ورحت على الوظيفه. كنت محظوظ انا انه اول شركه رحت لها ابو صاحبي اوكي فرحت عنده على المكتب هو المدير العام فقول لي عمو شو حاب تشتغل. والله يا عمو ما بعرف. يعني اخذنا شوي هيك وشوي هيك وشوي هيك. قال عمو خلص تعال اخذك على هذا القسم اقعد فيه. هذا القسم طلع قسم الاستيراد بالشركه اوكي. فقعدت بقسم الاستيراد حوالي 3 سنين. بعدين فكرت حالي حوت صرت بقى بفعل استيراد وكفالات وشيبمنتس ومش عارف ايش وروح على البنك وملايين شغال فيها واعتمادات. رحت فتحت مكتب صغير ابعت فاكسات واجيب فاكسات اني خلص صرت فاهم بالسوق هذا. المهم سكرت كل الموضوع لاني طلعت انا مش عارف شو بدي اوكي. قلت خليني اطلع افهم شو بدي. وهون هذا على قصة هل أنا ماشي بالطريق الصح. مش أنا درست إدارة أعمال واكتشفت أنها غلط لما عملت الماجستير. احذروا البلاغة العظيمة اللي وصلتها شوية. MBA بس شو التخصص تبعها؟ International Business يا معلم. يعني هي نفسها بس أنه International غير يعني أنه
هيك فيها فلير اكثر. طبعا نفس الشيء فتنا شويه اكاونت وطلعت منها نفس الشيء. بس شو عملت عشان اصلح الغلطه العظيمه؟ لقيت حالي بحب الهيومن بيهيفير. يعني جوا الام بي اي اكتشفت اني انا عم بروح اكثر لايش طريقه تصرفات الاشخاص. فراسا رحت على الماركتنج وقلت بشغلي بدي اتخصص ماركتنج. وفعلا الديسرتيشن تبعتي واول شغل اشتغلته بعد الام بي اي والثيسس تبعتي كانت ماركتنج بيز. وسميت حالي ماركتنج بعديها راسا. فصار كل شغلي مركز وادور على شغل ماركتنج. وهذا هو بالضبط. بس هاي عمليه الاكتشاف. يعني بدي انا بعد ما اخلص جامعه شو بعرفني شو بدي اشتغل؟ لا لا مخلص دكتور اسنان عارف مبينه معه اوكي. بس يمكن يشتغل له سن زمان يقول له انا شو فوتني بكل قصه الاسنان والتم ومش عارف ايه شو بدي فيه كل هذا الحكي. يروح يدرس اشي تاني بعديها. شغله تانية راح اقول لك عليها وهي بتصير معانا. انا لما استلمت شهاده الجامعه وانا بسلم باخذ وقالوا لي انت الثاني على الدفعه اوكي اكتشفت انا كان جاي على بالي وفعلا هذا اللي خطر. يعني تصوروا الياس العظيم. انا بسلم عليه ليه ما درست قانون ايه هلا هاي الفكره الخطرت لي. انا بسلم عليه وعم بزقفه وانه هذا ثاني الدفعه. بتصير معانا. بس الشغله الثانيه الحلوه كمان عملية التحديد. انه زي ما هنا حكت لو انا ماسك شغل ب 800 دينار وبقول لحالي ما رح اقبل اغير الا اذا كان مثلا على الاقل 1100 حلو. بس انا قاعد بالبيت لتسي واقول لحالي ما رح اقبل الا 1100 واجاني 800 هل اقول لحالي ما اروح عليه لاني بدي اضلني ادور على 1100؟ في اكثر من طريقه. يا بقول هيك انا اللي بدي اياه او بقول باخذ ال 800 هلا وبضلني بدور على ال 1100. هاي طريقه. وطبعا في طريقه ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه وسابعه اوكي. ما بعرف اذا تجاوب على سؤالك. في مناطق لازم نفوت ونكتشف ونعرف انه هذا مش لإلي. وفي مناطق تانية ممكن اقرر من اليوم انه هذا هو اقل من هيك او اكتر من هيك ما بدي من اليوم. وحكيناها كتير بالريليشنشيبس. يعني رح اعطيك مثل صغير وبتكبر بتكبر كتير ووعدته اكتر من مرة وفي منكم زهقوا المثال هذا اوكي. اجتني كلاينت بتقول لي واحدة من الشغلات اللي ما بتحبها هذا شغل الدبق ومسك الايدين ونقعد نمشي ونمسك مع بعض وتعرق ايدي على ايش هيك اوكي. تعرفت على شخص بعد فترة اجت مش طلع حلو. ففي شغلات بنكون فاهمين انه مثلا انا بدي اياه يكون كريم اوكي. ما كل ايتنا بنسمع هيك بدي اياه يكون كريم حلو. طبعا اول اشي ممكن ينشل امله فيه ليه بتدفع لعيلتك. اول شغله بنشل امله فيها ليه بتدفع لعيلتك اوكي. لان ما بس انا بدي اياه كريم. طب ما هو كريم انا بدي كريم فطلقته لكريم بالاخر لانه هو كريم. فمرات نطلب شغلات فعلا احنا مش عارفين كتير فيها بس مع التجربه ببين معانا شغلات اوكي. فنظريا بكون بدنا لا شوفي نظريا ما راح يعني نظريا ممكن تقولي راح اقعد 20 سنه بجرب. بس انا ما شفتش حدا بيجرب 20 سنه اوكي. بس في محلات تانية بحياتنا وانا هون لازم يعني بدي اتعبتكم معي. في اشي اسمه بيربس لايف بيربس. هذا موضوع تاني. ممكن تقعد يصير عمرك 40 سنة و50 سنة مش مكتشفة لانه له خطوات لاكتشافه. هذا موضوع تاني. بس عم نحكي على جزئيات حياتنا. انا شو بدي ايش الشغل بدي اشتغله مين هو الشخص اللي بحب اكون معه ايش نوع الترفيه اللي انا بحبه. هاي اشياء الا اكتشفها عن طريق التجربة والخطأ على الاقل صح.
اشياء اعلى اللي انت بتحكي عليها بيربس، شو هدف حياتي، ايش الاشي اللي انا موجودة عشانه. هاي الاسئلة تقعدي فترات طويلة من الزمن. اوكي طيب، بس تفتكر النبي حكت انه ممكن احط اهداف كتير وبشتغل بضيع وقتي وبالاخير وصل. احنا زي ما حكينا لما تشتغل وتشوف حالك وقفت ترجع لموضوع الاحساس، انت شو حاس؟ يعني ممكن الاحساس ياخذ 50% من الشغل. اذا احساسك اوكي تمام اوكي استمر، بس اذا الاحساس اللي انت حاسه في خوف ومش مطمئنه وفي احساس توتر وهاي خلص تراجع. عشان اساعدك، ابعدي عن النظريه وروحي للهدف اللي بتحكي عليه واشتغلي عليه بهذا المنطلق. بس النظريه رح تضلك ضايعه فيها وتايهه كنظريه، ما رح تلاقي الحل بالنظريه، الحل بالهدف نفسه، يعني بتشغلي اللي عم تشتغلي عليها نفسها. النظريه رح تضلك بنسبح فيها انه كيف اكتشف او كيف ما اكتشف، بس جوا اطار النظريه رح تضلنا نحكي. اوكي ما رح تلاقي حل بالنظرية. يس مصطفى قولي كنت رافع ايدك. طيب انا اسف كتير طولت عليكم كتير السيشن هاي، شكرا كتير لكم. داليا خلينا نحكي البرامج بشكل سريع. البرامج نادي الكتاب، بكرة في عنا نادي الكتاب مع الميسر. بكرة ايش احنا؟ بكرة الجمعة، السبت، يوم السبت. اوكي مش بكرة، يوم السبت عنا نادي الكتاب من الساعة 5 لـ 6:30 بالمركز الثقافي التركي. من الميسر رح يكون معتز قواس ورح نحكي عن معاني الحب، بس بطريقة مميزة جدا وبطريقة نقاش رح نغوص فيها بمعاني بطريقة معتز رح يفوتنا فيها بطريقة شيقة جدا. الأحد يوم الرياضة الأسبوعي، ورح تكون بثينة معانا اللي عم بترتب مواضيع الرياضة، صارت معانا ضمن فريق الترفيه والرحلات والرياضة، ورح نلعب فولي بول، باسكت بول، كرة قدم، تنس طاولة، بلياردو، إلخ إلخ إلخ، كلياتنا مع بعض. يوم الثلاثة رح يكون مع الأستاذة لينا الجراجرة مع دائرة قانون الأحوال الشخصية، ونتعرف فيها على النواحي المختلفة لقانون الزواج وخلافه. بلاش احكي الثاني. يوم 24/2 رح يكون يوم جمعة، 24 الشهر يوم الجمعة رح ننزل على البحر الميت، بكون الجو كتير حلو واخيرا رح نقدر ننبسط وخلص الشتاء وخلص البرد تقريبا. رح ننزل رحلة باجيز وايش ومشاوي ولا بس باجيز؟ والله صاجية ثائر وبعدين نجيب فطورك تعرف مع بعض. حلو، معناته راح باليوم الباجيز راح نفطر كليتنا، كل واحد يجيب فطوره باجيز وصاجية ثائر، صاجية ثائر المشهوره. بس ما اعلنا عنها. اوكي في مفاجات ساره. يوم 25/2 ايد على ايد. الحمد لله يعني الأعضاء تبعون Out and About خلال الفترة الماضية عملوا جهد كتير كتير كبير وعالي للموضوع اللي حكينا فيه أكتر من مرة، اللي هو احتياجات لمخيم لاجئين جنب الزعتري. هو مخيم نقدر نحكي عنه عشوائي، الناس فيه بحاجة جدا لكتير شغلات. الأعضاء وفوا فعلا، بس أظن لسه كمان ضايل كمان شوية، فاللي بيقدر واللي حابب يشارك بالتبرع لهاي المجموعة اللي احنا عم نرجع لها لمرة تانية لما اكتشفنا قديش الاحتياجات عندهم ناقصة. فاللي بحب الارقام موجودة، ممكن التواصل اللي هون برضو مع داليا اللي بحب يتواصل ويتبرع او يشارك بالموضوع هذا. يوم 25/2 اللي حواليه اطفال، او هم مش اطفال بصراحة، يافعين، صحيح اليافعين بين 13 و16 سنة، رح نبلش مع
المهندسة هند جرار بدورة جميلة جدا اسمها دورة المصمم الصغير، اوكي، وراح يتعلم فيها اللي عمره من 13 ل 16 كيف يعبر عن نفسه من خلال الرسم والفن، وراح يتعلم الاشياء الأساسية بموضوع الرسم. لا تصميم، هي راح تكون مبادئ واساسيات التصميم، تربط كل مجالات التصميم، مثل الجرافيكي، تصميم الانتيريور، تصميم المعماري، كلهم بصبوا باساسيات واحده بالنهايه. فراح نعطي بيسكس او مبادئ هاي الاساسيات، بس حتى الفنون لها اساسياتها متداخله مع التصميم، فراح ينشرح جزء منها، وراح يكون 25% منها نظري، 75% منها عملي. فراح يطبق مشروع صغير، هذا المشروع الصغير بيعبر عن يعني اساسيات التصميم على نطاق. هلا عدد المشاركين بهاي الدوره راح يكون صغير جدا، تقريبا 5-6 اشخاص اظن اللي راح نقدر ناخذهم. فرجاء ان اللي حابب في حدا حواليه حابب انه هو يشارك بهاي الدوره، رجاء ان يحكي على الارقام موجوده على الايفنت او هلا مع داليا على اساس يشترك بهاي الدوره. شكرا كثير لكم، نراكم الاسبوع القادم في دائره مهارات الحياه، وبعد 5 دقائق بدائرة الإنجليزي. شكرا كتير، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.